الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، أما بعد، فهنا بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة القيام في هذا المكان تحديدا، تخرج تنزل من الباصات تجد الإخوة هنا ينادون، تجد برد مجانا برد مجانا برد يا معتم مجانا برد يا معتم. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب، هذا العصير مجان والمويه مجان والعشاء مجان، كل شيء مجان. جمعية ايش؟ تكافل الاحسان وتكافل الاجتماعي، ما شاء الله تعالى. الاخ ايضا المشرف معنا ايضا في الجمعيه، جزاكم الله خير، عمل جبار، الكثير عمل جبار والكثير لا يعرفه، لكن ما شاء الله العصائر ما تقف هنا للمعتمرين والزائرين. وفي الحج هكذا في رمضان، الحج رمضان ما شاء الله. برد مجانا وتعشى مجانا. دقيقه، سنأخذ بكم لفتة بسيطة، هذا المكان الذي يجهله الكثير. السلام عليكم، تأخذ العصير وتأخذ الموية ثم تأتي إلى هنا إلى هذه الخيمة، وهذا هنا جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي، برنامج ضيافة الزوار والمعتمرين. تجلس على إحدى هذه الطاولات وتأتيك وجبة من الطاقم الموجود هنا في جمعية ضيافة الزوار والمعتمرين، جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي. ما عليك بس إلا أن تختار مكان، صحيح؟ هذا ما شاء الله هنا تجنب للعوائل، فعدد من الناس الكبير هنا موجود ما شاء الله، وهذا الطاقم ما شاء الله. ما عليك إلا أن تجلس على كرسيك ثم تأتيك الوجبة. أيوة أخونا، القهوة، قهوة، شاهي، ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يكتب أجركم، عمل مبارك وجبار، أسأل الله أن يفتح عليكم. هذا طوال شهر رمضان المبارك، الأيام الباقية ما شاء الله. بس أول كان صغير، كل سنة كل سنة، بس كل ما تطور زيادة ونضبط فيها زيادة. عندكم أيضا في وقت السحور، وقت السحور وجبة سحور، يعني بعد صلاة القيام اللي بيجي متأخر يتعشى هنا ويروح، خاصة أهل جدة، والمجال مفتوح للجميع. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. خاصة للمعتمرين، يعني المعتمرين والزائرين، هم مكتوب الجمهور والزائرين كلهم يشملهم. شكر الله لكم. هذه هنا تعد القهوة والشاي، وزع مجانا ما شاء الله، شكر الله لهم، شكر الله لكم.